انا نعم قدمت البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا معانا الكاميرات بتصور خلف الكواليس، كمان هاخد من حضرتك كلمتين. هنسالك عن انطباعاتك المبدئيه لحوار النهارده هيمشي ازاي، وهنزعق في بدايه الحلقه، وايه انطباعك عن فكره ان انت جاي تقابل رامز وهو بيقدم برنامج عادي مش برنامج مقالب؟ دي حاجه جديده الصراحه. انت عارف دايما رامز بيبقى ليه مقدمات معينه، لو انت اللي هتقدمه هتقول عنه ايه؟ اقول عنه ايه؟ مميز فوق ما تتخيلي.